ومعنا من ستوكهولم سيد نوري حمزة، الكاتب والصحفي الأحوازي، لمناقشة هذا الموضوع. أهلا وسهلا فيك سيد نوري. أهلا وسهلا، مساء الخير لكم ولمشاهدي قناة الرافدين. كيف تقرأ تفجر التظاهرات مرة جديدة في طهران ووصف خامنئي بالديكتاتور ومطالبات كثيرة؟ الشعب الإيراني سئم ومل من أداء هذا النظام على ما يبدو. مظاهرات الشعب الإيراني هذه الليلة انطلقت من الجامعات الإيرانية، واثنين من أهم جامعات إيران، جامعة أمير كبير وجامعة الشريف، وهكذا التحق الشارع الإيراني بالمتظاهرين الشباب الطلبة منددين بما حدث خلال الأيام الماضية، وخاصة قضية الطائرة المدنية التي ضربها الحرس الثوري وسقطت بجنوب غرب طهران. فتراكم ما عملته السلطات الإيرانية خلال عقود وسنوات ماضية من مظالم ومن كذب وافتراءات وبروباغاندا والتملص عن المسؤوليات جعل بالشارع الإيراني اليوم ينطلق مرة أخرى. وإضافة إلى ذلك، هناك عدد كبير من المتظاهرين خرجوا في مدينة كرمان، مسقط رأس قاسم سليماني، ومزقوا صور سليماني وشتموه وشتموا المرشد وطالبوا برحيل المرشد. إضافة إلى ذلك، اليوم مهدي كروبي رئيس البرلمان الإيراني السابق الإصلاحي المحجوز منذ 10 سنوات في بيته في طهران في مكان خاص برفقة مير حسين موسوي رئيس الوزراء السابق، اليوم وجه رسالة إلى علي خامنئي وطالب بخامنئي طالب خامنئي بتسليم السلطة والخروج عن السلطة تماما، وأوصفه بأنه شخص غير قادر على إدارة الأمور بتاتا. نعم، نضيف إلى ما تفضلتم به ما قاله النائب الإيراني محمود صادقي، الذي أشار أن النظام تستر على عدد قتلى التظاهرات الأخيرة في إيران والتي اندلعت كما تعرفون في تشرين الثاني الماضي. في المقابل الضغط الإيراني عفوا الضغط الدولي أجبر إيران على الاعتراف بالمسؤولية عن حادثة إسقاط الطائرة الأوكرانية، وهو يقول أنه لو تم الضغط أكثر على إيران ستعترف بعدد القتلى والانتهاكات التي تقوم بها بحق الشعب الإيراني. بالطبع هكذا، ولكن هناك ما حدث في قضية سقوط الطائرة الأوكرانية، هناك حدث تلاحم شعبي على مستوى عالي جدا والجميع طالب النظام، فهناك كان ضغط داخلي يعني مشهود لا يعني شبه قل نظيره في السنوات الماضية، ضغط على النظام. زائد على ذلك، هناك الدول الكبرى التي تابعت قضية الطائرة المنكوبة وعلى رأسها الولايات المتحدة، حيث كانت ترصد الأجواء، والمخابرات الدولية هي من رصدت الموضوع وهي التي كشفت الموضوع وضغطت على دولة إيران. هذا الضغط والكم الهائل من الضغط من قبل المخابرات الدولية مع الأسف لا يستطيع أن يوظف في حالة مظاهرات داخلية إيرانية أدت إلى سقوط 1500 قتيل خلال فترة قصيرة في نوفمبر وتشرين الماضي. نعم، يعني في ظل تداعيات القصف الإيراني لقاعدة عين الأسد في العراق والتسبب بهذه الحادثة أو الفاجعة للطائرة الأوكرانية وللركاب الذين فيها، إلى أي مدى وقعت إيران في أخطاء كبيرة خلال هذه الفترة وهي لا تستطيع بالفعل أن ترد على الأمريكان من ناحية الذين استهدفوا سليماني، ولا تستطيع أن تدير المشكلة الآن في الحادثة حادثة الطائرة الأوكرانية؟ في الواقع الإدارة الإيرانية اليوم هي تعيش هستيريا لا مثيل لها، حيث لم تمر عليها أيام أو فترة قصيرة وخرجت من مظاهرات في داخل إيران، وجاءت ضربة قاصمة في قضية مقتل سليماني وأحد مرافقيه المعروفين الإرهابيين المعروفين المعروف بأبو مهدي المهندس وغيرهم من أدواتها داخل العراق. فإضافة إلى ذلك، جاءتها
نكبة أخرى وسقطت بقضية الطائرة المنكوبة. مجموعة هذه النكبات وهذه الأحداث العظيمة على البيت السياسي الإيراني جعل من السياسيين الإيرانيين من الساسة الإيرانية من الساسة الإيرانيين أن يتصرفوا بهستيريا. واليوم نشاهد في تضارب كبير وعجيب وتناقضات كبيرة في التصريحات والأداء وكل ما يحدث، وهذا يدل على هشاشة هذا النظام وضعفه على جميع المستويات. ولكن مع كل الأسف نقول أنه هناك هذا النظام استغل ضعوف أضعاف النفوس في بعض الدول المحيطة به، واستغل شعار الطائفية. وهناك بعض الدول أغمضت عينها على أخطاء هذا النظام واستمره، ولكن هذا النظام لا يستطيع أن يعيش إلى بضع سنوات أخرى. النظام ساقط لا محالة، ولكن نعم. لديه مدة معينة. السيد نوري حمزة الكاتب والصحفي الأحوازي، شكرا جزيلا لك.